امبارح اسفرت قرعه بطوله كاس مصر لنسخه 2022 2023 لمباريات دور ال 32 اللي اقيمت بمقر الاتحاد المصري لكره القدم، طبعا بحضور مندوبي كل الانديه. اسفرت عن مواجهه مرتقبه للنادي الاهلي مع منتخب السويس، وحدد اتحاد الكره الفتره من 6 الى 12 مايو الجاري كموعد لخوض مباريات دور ال 32 لبطوله كاس مصر، وهي المواعيد التي تتعارض مع تحضيرات النادي الاهلي لمباراه نصف النهائي بدوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي. بالتالي طبعا المواجهه دي ما بين الفرقتين من كاس مصر هتكون مؤجله. كمان قررت لجنه المسابقات باتحاد الكره اقامه مباريات دور ال 32 من بطوله كاس مصر بدون حضور جماهير وفقا لما تم اختيار الانديه به. طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيعمل يعني بيحمل هو لقب النسخه الاخيره من كاس مصر بعد ما توج باللقب عقب فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.